بدك تتزوج بقى صفيت. قال حجابي قال يا قلبي دقة قوم بيش. لا ابي شو اخوك يوسف شي نصيب ان قريت شاور ماركت. ابو حسان تعال شوف الزباين. عم نسعى الحمد لله. انا لي اختي بزنيورت عم تدور لي شوي شوي. ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم. وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم. وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. يا سيدي نيالك على شو؟ انه قدران تقعد بجنينه هيك لحالك، واذا بدك ترد على الموبايل او ما بترد تصفن يعني بتفكر بتشرب شاي. دحق الكاسه ليرتين ليرتين مو شيء. الله يعطيك العافيه. تركي ما بتركي شو؟ الله يعطيك العافيه. كلاي جالسين كلاي جالسين. يلا منيح هضم بالتركي انت. كلمتين ثلاثه مدبر حالنا فيهم ما اكثر. مواليدك 2000 وقديش؟ 1997. 97 والله مو مبين. لا كثير منيح هيك. بعدين السمر على الكاميرا غير شكل بيطلع مو يعني انت ابيض ففي لبكه ما بدك تحط مكياج لحتى تزبطها. بيحطوا فون وسوري اكثر من بسمروا للشخص السكر اللي بالشاي. 4 مكعبات سكر فبين انه سوري التراك ما عندهم هيك. من يومك تفضل رفيقك. ايه اهلا وسهلا فيك. عود جنبي تعال. ها يلا عود هون لكان اصبح شيل الشنتاي وعود انا مشان ما تتلبك بس. يعني شو اسم رفيقك؟ ايه عمر. عمر اهلا وسهلا عمر. على موعد مع عمر؟ ايه ما بدنا نقول بخصوص شو بس يعني انه بدنا نشوف بعض. بدنا نشوف بعض نحن اثنين قاعدين اشتغلت ما اشتغلت اما نشغل رتبت اما نشغل قصدي بتسأله لعمر انه اشتغلت اكيد لكان هلا بما انه نحن اثنين دائما مع بعض فانا بعرف انه ما عم يشتغل هو بيعرف اني ما عم يشتغل. بيحاول الواحد بيلاقي شغل يعني ما هو صعب خاصة الشاب. يعني هلا الشاب بما انه اهالينا هيك بيقولوا لنا نحن بنقول لحالنا الشاب براسه بيدبر حاله. يعني احسن وضعنا احسن من غيرنا بما انه ما معنا اهالينا كل افترقنا عن بعض مشان الظروف وغصب عنا يعني. فهون الشاب لحاله بيدبر حاله. الشغل صعب بتركيا كتير يعني بس يعني بتتامن بتزبط. الشغل بتركيا صعب كتير كتير يعني اكد عليها انه كتير. هو بجوز مو صعب بس ما في فرص عمل بجوز. اما الشغل والله يعني بموضوع انه نحن كنا بمنطقة احداثها صعبة كتير. لا اذا بدك تقارن صعبة الكفاءات اللي عندنا ما كافية لانه نطلع نشتغل هون بشركات مثلا على مستوى عالي. ايه فطلعنا لهون كمان كدراسة ما في منح دراسية. هلا نحن بنواجه لانه نحن جيلنا نظلم كتير مثلا 9 بكالوريا 10 11 ما معنا. فاذا بدنا ندرس هون رح يتعارض مثل ما كان يتعارض معنا جوا انه يا شغل يا دراسة ما رح نحسن لا هي ولا هي نلحق بيناتهم. هذا القدر تمام هذا القدر. ايه وبدنا نقعد يعني نشوف هالقدر لوين بده ياخذنا بس عم نقاتل الدنيا وبدنا نطلع بشيء منيح. والله شوف يعني معظم الشباب اللي بنلتقي فيهم يعني من جواتهم في هال يعني نوع من التفاؤل. ايوه وبتلاقيهم دائما بيحكوا وبيضحكوا. اكيد ان شاء الله يعني واجهنا الموت كثير اخر شيء نطلع ونستسلم فلا ان شاء الله يعني مصرين لقدام بدنا نكفي. هلا هون اضطريت بتركيا يعني تكون غير انت مثلا عفوا اسمه عمر حضرتك؟ محمد. محمد غير محمد اللي انت بتعرفه محمد شخصي؟ لا هلا الواحد اكيد ما بيتخلى عن مبادئه. الواحد عنده مبادئ وخاصه نحن ببلد غريبه يعني بلد اضطرينا نفوت عليها. ما ضروري يعني الواحد يغير حاله مثلا يصير من هال قصدي الطباع بشكل عام انه روحه اذا كان كيف كانت حركته حسيت انه تغير يعني. هلا اكيد الواحد بيتغير بده يتاقلم مع الواقع اللي هون غير اللي كان عايشه ببلده. هلا في كتير شغلات ما عندنا اياها بسوريا ما بعرف يعني شو هي قاعد اتذكرها هلا بس كتير شغلات يعني ما عندنا اياها. فاجبار بدك تتاقلم فيها ما تبين انك غريب عن الناس انك ما شايفه من زمان هي الشغله وما بتعرفها.
على سبيل المثال انه تركب بالمترو، ما عندنا مترو بسوريا ولا عندنا انه تقطع بالكارت بدك تحاسب الشوفير ويرجع لك معه وما معه، هي وحده من الوحدات. طيب هلا بنترك هي الاحاديث وبنحكي بشيء يعني الناس ما بتحكي فيه كثير بس بتفكر فيه كثير. تمام. مثل شو؟ ما بتحكي فيه كثير. والله ما ادري. انت اللي الحب. ايه خاصة الشباب يعني. اوه معناته دفترك مليان انت. يلا محاولة تنتين ثلاثة بعدين الواحد. لا محاولة لازم يكون ما في غيرها. بس بيقولوا مو نصيب. بلا ايه يعني بجوز ما تزبط يا بخيب. لا بس ده تصيب. هلا كل شيء ظريف يعني ان كان البنت او الشاب يعني اي شيء ظريف بينحب. تمام. ايه يعني ما بالضرورة انه والله فلان طوله لون بشرته ضحكته لبسه، لا يعني في شيء انه قريب. تمام اكيد. يلا هون الواحد اللي بده يدور على الشغل ما بده يدور على الحب. على اثنين او ثلاثة كمان دراسة وشغل وحب. فيك تعيش بلا حب؟ لا اكيد صعب. لا بيحلى في عالم مثلا المتدينين جدا ايه بلاقيها ايه انه لازم الواحد يعيش بلا حب، لازم انه لا هو بيحب بس ما بيظهر. ايه ما بيظهر. ايه تمام كله بيحب قلبه انه ايه انه هيك البني ادم ايه. يعني هذا الشيء طبيعي يعني رب العالمين هيك خلق. ما بيحب. عمر بيحب اكثر من محمد. هلا كل بني ادم وله طريقته بالحب. اكيد كل العالم قصدي النسبه يعني اللي هيك انه الحراره ما عرفت الكاميرا عليه. ما بيأثر. عمر ما بده يحكي. شكرا شكرا شكرا. معناته بيحب كثير عمر. بس ما بده يطلع هلا. شكرا محمد. لا شكرا على واجب. تحياتي. يعني منيح بوجودك نحن ضحكنا. انا عازمكم. تفضل. يعطيك العافية. بالعادة بنمر بنلاقي عجقة. حظنا قوي انه ما لقينا عجقة. الحمد لله. لا هلا والله شوف يعني بالعادة هون كلهم بالموظفين بيطلعوا بحدود الستة، ستة ونص سبعة. بعدهم بدنا بيجوا. أكيد. إي فبيكون في عجقة، هلا هذا الوقت يعني في عجقة نوعا ما بس اليوم خفيفة شوي، مو يعني بالعادة بيكون في أكثر من هيك. كل يوم شفت واحد قلت له طيب استنى شوي لتفضى بعدين بتفوت، قال لي بيلحق للكل. لحق يعني أنا بالعادة على الوقت صلي زمان. فأغلب المشاكل حافظة، فكل العالم نفس المشكلة. كلهم يعني تعليق مثلا قصة لابتوب صيانة، فأغلب الأعطال متشابهة. طيب هذه مشاكلهم نفسها. يعني بتعلم واحد احيانا شغله بتقول له لا تساوي هي بترجع ما هيك. لا قد ما علمته الا ما عن جد تنعاد نفس القصه. مثلا اغلب اللابتوبات بقول له لا تحطه على التخت. يا اخي اشتغل على اللابتوب على طاوله مشان ما يحمى مثلا. لا كله حصان بده يشتغل على يحطه على التخت مثلا اللابتوب ما عاد يتنفس يحمى يعني يحمى بينتزع كفت الشاشه مثلا دبعه او بصير في اعطال ثانيه او الفان دبعه بتوقف صحن بيض فاضي بصير. لا ما يعني بس هلا هيك الطبيعي يعني العالم اغلبيته هيك يعني. ما عدا المشاكل الثانيه اللي جوات الموبايل شو فيه اللابتوب نوعا ما شوف تجي الحقيقه المصلحه فيها وجعاص يعني ايه. موضوع تليفونات مثلا اغلب العالم تتصل يعني باليوم مثلا ممكن يجيني فوق ال100 تليفون ايه. 90 تليفون يعني انا عندي بالايفون لوك بساعة 90 اسم بيتعبى. السبب كله يعني كيف دي ساوي هي او عندك من هي يعني هي طول المصلحه على طول في اتصالات كثير تليفونات من الصبح او للمساء. واكثر شيء الشباب يعني السوريين اكثر شيء الشباب. هلا انا اغلب زبايني سوري ما بيجيني يعني حتى الاتراك بيستقبلهم بس على طول التركي ما بيحب الا يودي على الكفاله كونه بيشتري جهاز فيه كفاله سنتين فما بيجي عند المحل السوري مثلا بيقول انه انا بدي ادفع ما بيحب يدفع فعلى طول بيجي لعند الشخص اللي بيناسبه كفاله بيقول لك انا اخذ كفاله سنتين بدي على الكفاله اغلبيتهم. اما الشباب السوريين اغلبيتهم بياخذوا اجهزه ما لها تركيه فبهالحاله بده يصلح يعني عند حدا ما بيصلح بالوكاله انه الوكاله ما حتستقبله. الحواسيب للهندسه ولا الهندسه للحواسيب؟ الحواسيب او نفس الشيء اذا تعكسها نفس الشيء على الحالتين. اسم يعني مسؤول عن الكمبيوترات والموبايلات نوعا ما بيشمل يعني لابتوب وموبايل وكمبيوتر فهذا الاسم صار له زمان يعني انا وقت اجيت ما يعني كنت اسميه على اسمي
فقلت يعني بجوز ما حدا يحفظه الاسم معن مثلا اسمي معن ما حدا يحفظه فسميته على اسم انه شيء يساعد العالم انه انا عندي حواسيب وصيانه وبيع وهيك وضليت 5 سنين على نفس الاسم ما بدلت يعني بنفس المكان فالعالم صارت بيقولوا لي معن ما بيقولوا لي حواسيب لانه هو صعبه ما بيحفظوها فالعالم تعودت يعني هو قبل شوي قلت انه ما بيسمعوا يعني بتقول له انت يعني بيسمعوا يعني ممكن تكون هون القطعه جايبتها سهله فما عنده كتير اهتمام فيه يعني بسوريا مثلا ممكن كان يشتغل سنه كامله عشان يشتري لابتوب ممكن هون بشهر بيجيب الرخيص يعني عموما يعني مثلا ممكن يكون راتبه 1500 الشاب ممكن يشتري لابتوب 600 ليره فما كتير حيعطي مستعمل طبعا 600-700 يعني نص راتبه هلا مثلا بسوريا مستحيل مثلا يكون راتبه مثلا يكون يعني موبايل شغال وماركته وكذا طبعا هلا مثلا على مستوى 700-800 ليره بياخذ موبايل منيح اذا بزيدهم كمان بياخذ يعني الموبايلات من عندك من 500-2000 ثلاثة حسب مع انت بدك تبقى على هذا الشيء ولا في بذهنك شيء ثاني الشاب السوري دائما بيفكر انه يكون في شيء عنده اكبر والله ما مبين يعني حسب الوضع هلا هون العالم كله يعني مو مبين لقدام يا العالم مثلا كلها حترجع او حتضلهم هالشيء مو مبين هلا بس ممكن مستقبلا انه انا كبر يعني اخذ مكان اكبر افتح مثلا بشكل اكثر اوسع يعني يعني مثلا هلا بس انا مشكله مالي سخيان اطلع من هون كونه صار لي 5 سنين والعالم كله بتعرفني بالمنطقه فعم لاقيها صعبه مثلا اخذ محل مكان ثاني كم ساعه بالمحل بتشتغل انا بداوم بفتح الساعه 11 بسكر الساعه 9 يعني تقريبا 10 ساعات العشر ساعات كم كلمة بتقول وبتحكي فيها؟ والله بحكي كتير يعني بوصل على البيت الساعة 9 مستحيل احكي كلمة على قد ماني تعبان ومشكلة التليفونات فقط انه كتير بتجيني تليفونات اتصالات خاصة في ناس تبعت على الواتساب بدها ترد علي ويقول لك ليش ما عم تفتح خط مثلا وليش ما عم ترد فاغلب الاوقات انا والله بطفي الموبايل انه هن تعودوا عليك ترد فبالتالي انت المجاملة ما فيك ترجع انا يعني اي هلا في كتير زباين مثلا بيقولي انه عم ندق لك خطك مشغول ما في عندي حل ثاني وعليكم السلام يعني بالبيت ما بتحكي شيء والله ولا كلمة حلوة سايلنت احسن شيء اي مظبط هيك يعني وبس يعني ماشي الحال الحمد لله الله يعطيك العافيه عنده جوانب كثيره بس الوقت ما بي خلينا لهون وبس معلش ميت اهلا وسهلا انا بس كيف رضاك على لا منيح كتير ياسر احلى والله ايه صلى عندي منيح يعني كمان بيشتغل لا احسن شغيل عم بقول احسن شغيل معلم لا لا المعلم ياسر احسن معلم ايه والله يعني اخر شيء هو زبط معك ولا انت جربت لا والله هون بدايه يعني طموح وبيشتغل يعني هو من زمان بيشتغل بالمونتاج وهيك قصص ومجال واحد يعني بتعرف انت الكمبيوتر او القصص كلها مجال واحد بتقول له ما بتقول له باسمه بتقول له يا بيش بيش تعال من بيت البيش يعني من شهرنا هو بيقول انه من بيت البيش اي من بيت ياسر البيش في من الشام من كفر سوسة من كذا عيلة يعني البيش ولا بس كفر سوسة بس بس كفر سوسة البيش ما في غيره ما في غيره والله هلا في منهم بيشتغلوا بالزراعة ونفس الوقت موظفين وكذا أهلك من نصنا هيك نصنا هيك ما في مجال على فكرة بكفر سوسة يعني الأكل الظريف والطيب واللي فيه ويعني من المكدوس وانت طالع يعني عندهم فلاح كفر سوسة فلاح متمكن بسوريا يعتبر من الفلاحين اللي حرفيتهم عالية عالية كتير لذلك هلا بإدلب مثلا في فلاح كمان نفس الشيء فلاح إدلب ما عليه هذا بيستعين فلاح إدلب أحيانا من كفر سوسة يجي لعنده ما بعرف يا القصص بده يساوي موسمه أو كذا بيقولوا كفر سوسة يعني خبراء فيها صحيح. انت ما لحقت الزراعة؟ لا انا ابي كان يشتغل في النحل عسى ايوه قريبة ايه كان عنده نخي شو اسمها خلايا خلايا ايوه بحلب حاططه بحلب ولا حلب ان شاء الله يجيب عسل ويجي صحيح تعلمت هون هاي المهنة هون صيانة اشتغل فيها من سوريا هون اشتغلت بالتصوير ومونتاج تصميم حلو اذا بصح لك بتشتغل طبعا بشتغل هلا بشتغل فريلانسر تترك معن لا بشتغل فريلانسر سوا بطلع يعني من الدوام وبشتغل اربح مو مو كثير وانا اربح يا اخي بكبر سوسه بيحسبوها لك حرص هو حرص طبعا صحيح لا اهلا وسهلا فيكم يعطيكم العافيه شكرا لكم أحمد
احمد ايه؟ احمد شو؟ احمد الرملي. الرملي قديه صرنا مواعيدك نجي لعندك؟ والله صلك على اساس من شهرين ونص ثلاثه واكثر حتى من ست شهور من السنه الماضيه اللي تحت بالمحل. ليش هيك ذاكرتك عم بعدين تترتب بعدين تطلع صار لها سنه؟ لا من السنه الماضيه عندك على المحل التحتاني. ايه وقت اللي كنت هنيك انت المحل تحت هذا هون محل جديد فتح. ايه بس من وقت اللي بدنا نصور وقلنا لك بنجي من شهر شفتك. من شهر شفتني اجيت. انت قلت لي صار لك سنه ما اجيت. صح صار له سنه. صح صار لك سنه وشهر. السنه الماضيه ايه تبع الوقت محل تحتاني. صح والله. شلونك شلون صحتك؟ والله انا احمد يعني لفت نظري انه البركه غير انه شغيل الله يسعدك يعني بحب شغله الحمد لله هذا اهم شيء يعني لا كنا نمتنا بالحلال. ايه الحمد لله احسن شيء بالحياه. هنيك المحل صغير هذا بينته كبير التشكيله اوسع التشكيله اكبر. يا حجي احنا مصلحتنا بتعتمد على التشكيله الاكبر يعني نوع الفستق واحد لا ثلاث انواع فستق ثلاث انواع مشمش ثلاث انواع توت يعني كل نوع ونوع حتى العسل انواع ايه؟ يعني 100 نوع للعسل فيه فاجباري بدك مساحه كبيره احسن اريح مشان الزبون فوت اعمل لك طله فراش ما بتلحق يعني حد ما حكينا معه صعب نلحقه. هلا انا بجوز عطلتك اشتغل ايه زباينك كثار بركه. لا بنشي اخوك يوسف شي يوسف حموس ما طلعنا بنعرف اخوه كمان محموري شو دغري مباشره يوسف انه اكبر منه اصغر منه اكبر اكبر اما ما شاء الله الخالي الناطق ابو حسان تعال شوف يو وار ما فاش خريسني اما شيء اوت سبيشال ابيو بي كيلو يرمي ودا اون بيش و بي كيلو مو ها تم بي كيلو دي دم سنه نصيبين غير تشاور مارتي ne kadar kaldı şimdi 10 lira sonra versem olur mu tamam getirirsin ama bak üstünde çünkü tamam getirirsin biz ama tamam getiririm unutursun başım üstüne bir bazru el trak bياخذوا بيعطوا بال على اساس فكرته نص كيلو طلع كيلو ايه بس شافت السعر لا عادي احنا هون المحل الجديد الحمد لله اسعارنا رخيصه ايه يعني كله ما في ربح ليره ليرتين منه مشان المحل يمشي ومنه هي بضاعتنا الحمد لله نظيفه وتاز على طول. طيب هذه مساحه كبيره والبضاعه كثيره. ايه. انت لحالك هو؟ لحالي ايه والله. بتذكر ايه. انه شو قلت لي مره وين كنت ساكن وكيف وشلون؟ وين كنت ساكن؟ ساكن سكن شبابي ولا ما؟ ايه ايه كنا ساكنين بسكن شبابي هلا الحمد لله اخذ بيت لحالي. ايه الحمد لله. اريح شوي، اما سكن شبابي عذاب. بيعرف يمكن جرب وشاف السكن الشبابي معروف. 30 شاب و20 شاب و15 شاب بتحط الكنزة على الغسيل ما ترجع بتلاقيها معروفه بتحط صحن اللبنه بالبرد ما بتلاقيه مره قال لي معلمي كنت عم بشيل عنده جديد قال لي خذ لك قطرميز عسل حطه بالبيت انه كله حطيناه معلم ما علمته انا شو ماكل مع الصبح مع المساء خلال جمعه كان خالص يعني الشباب ايه داقوا طعمته عجبهم هو الغريب انه في عسل بسكن شبابي ايه ما ايه لا داقوا طعمته عجبهم طعمته طيب يعني مشكله الجلي شلون بتطفوا عليها الجري قلبوه اول ما يجي اول ما يجي الواحد فانت بتقول له طبعا وقت يجي واحد يجي على البيت منضب البيت ما زبط البيت عشان يشوفه محترم ويقعد فيه فبتحط دوره بتنظم دوره للغسيل نفسه دور اليوم اللي بيسكو يعني اللي بينظف فيه اليوم بيجلي فيه كمان يعني بيغسل فيه ونفس الشيء بيغسل اوعي هو بيتغسل يعني فانه بتنظم دوره على 24 لكل شخص يوم يوم الاحد يوم الاثنين يوم الثالث يوم الشاب اول ما بيجي بيكون لسه جيت بينظف وبيظبط وما احلى بيمرق ثاني جمعه خالص اليوم مو دوري هي انت ساوي عني هي انت ساوي عني فبيمشي امور الجلي وقت كنا نشتغل بالمعامل كان دوام ناقصي فكنا نطبخ كنا نجلي هلا هون الحمد لله ما عم نفضل انا نجلي بالبيت لا نفضل نطبخ بالبيت صعب اختلفت الامور يعني لا صلي بالبيت تقريبا اروح عندي دخلت اخذ فاضي عنا بالبيت نص اوعينا حاطينا فيه لا عم نفضل نغسل لا عم نفضل نغير اوعينا دوام هون مو فاتحين جديد ولا لحالي عم بيجي من الصبح لاخر الليل عم ضل طالما هلا الشغل تامن والبيت تامن شو صار شو عاد بدك؟ بدك تتزوج بقى صفيت ايه هي بقى اصعب شيء ما؟ هي اصعب شيء الحمد لله بتعرف بنات حلال قليل تلاقي قليل؟ قليل تلاقي لا كثير يا حجي امورنا نحن دبساتنا امراء مثل ما بيقولوا عسلاتنا امراء نحن ايه مين يرضى فيه؟ يعني مين يرضى بالحاله؟ ايه الله كريم حجي ايه كما تكون يولى عليكم الا ما تزبط على شيء طيب هلا هي الكلمه هي في لها كثير طيب انت بالنسبه لك يعني بتشتغل 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 حسب نيتك الواحد صح صح الحمد لله لا بس امتى النصيب ما بتعرف الله كريم الا ما تزبط معنا بيوم من الايام عم نسعى الحمد لله انا لي اختي بسنيورت عم ادور لي شوي شوي الا ما تزبط يعني هو الواحد مو كون فيكون يعني اول سنه كنا بسكن شبابي هلا الحمد لله تحولنا لمرحله بيت لحالنا احسن يعني صار
الواحد شوي شوي. هلا امور الشغل مثلا صار لي انا 4 سنين بالمصلحه، 4 سنين بالمحل، حتى لو اموري ما زبطت هون بالمحل ممكن تزبط غير هناك. يعني لما الواحد يمهد حياته شوي شوي، يصبر شوي شوي غير لما يجي. هلا صاحب المحل تركي، ما هي من مدينه فان مشهور. ايه عنده محل، هو المحل التحتاني بس مشهور هو. ابو حسان تعال شوف الزبائن. ليه عطلناك احمد؟ ما هون في باب من هون، باب من هون، يعني الحمد لله محل، يعني الحمد لله. ان كان من سوري نحن تحت محلنا بالسوق، بسوق اللحم، بس اغلبه مكشوف، العالم عم تنفر من المكشوف. يعني إيه انت مرتاح بالحركه؟ ما يعني ما لما يكون محلك صغير، لما يكون محلك كبير بتفرق. ايه لا هي الحمد لله. طيب هلا نحن ضمن بيقولوا سوق النسوان، هذا اللي تحت إيه اسمه إيه، هذا بيقول لك انه من 100 سنه كانوا يبيعوا فيه جاريه، يعني كانوا يجوا جواري بتجي جواري هيك بيحكي لك، مثل واحد تركي مثلا من 50 سنة هيك قال لي. وفي واحد شو بيحكي لي صار مثلا انه سكنت فيه انه نساء الامراء على زمان العثمانيين، سكنت فيه نساء وصارت تجي النساء هي تبيع فيه، يعني تجيب من الضيعه وتبيع فيه هي على العربايه. يعني كان شغله يسموه سوق النسوان. في واحد بيقول لك قاضيلار بازاري، قاضيلار يعني القاضي، اجوا القضاة سكنوا فيه ايام زمان. ايه فعلى اللفظ قاضيلار تقيله، قاضيلار صار يقولوا، عرفت؟ يعني 3 احتمالات بيقولوا، بس اغلب احتمالات بيقول لك انه كانت النساء تجي تبيع فيه. لك بيقول لي سوق النسوان، انه وين النسوان؟ يعني سوق النسوان اواعي النسوان، مثل عنا بنسال بالبزوريه في سوق النسوان، سوق الخياطين بيفكروا يشتروا اواعي. أيوة. ولا ايوه فك سوق النسوان انه اواعي النسوان وكذا، بيفوت بيتفاجئوا لحمه وعسل ومكسرات. والله يا احمد هلا انت هالمعلومات اللي عندك يعني من الاساس انه الادوات تبع الطبخه كيف بتصير والاكل كيف بتصير، حافظهم وبالملي واسميهم وبتدوق وبتشوف. لا عندهم يعني بنقول نيالي اللي بتاخذك، وبنفس الوقت يعني بدها تكون على قد القصه مشان تلحق. بدها 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 على قد القصه تكون. بدها ايه ايمي هي حطيها هي شيء هي حط. لا زونا صعب بيصير، احنا عايشين بالسوق عم ندوق طعم الاكل. ايه والله زونا صعب بيصير. ايه بس نفس الوقت انت بتمشي يعني بنساعد الامور. ايه ايه بنساعد الامور من يعني انه من دار الامور، نعرف انه هي شو ناقصها وهي شو زايده وهي شو عدتها وهي شلون بتزبط وهي شلون ما بتزبط. كثير حدا الاضافات هون يعني. قال حجي ابي قال يا قال بدقه قوم بيش قوم بيش عم يسال. طيب هي عندهم لحنا خضره مساويه المحاشي، ايه عندهم اياها عاده بجففوها لانه يعني ما يكون في زمانه بجففوها، فهي مجففه. مختلف السنه الماضيه كانت ب10، السنه 15. طيب بالطبخ كيف؟ بالطبخ انت بتنفى، هي بدها نقع قبل ما تطبخها. ايه؟ فبس نقع مثل المشمش بيكون جاف، بتنقعه بينفش على الطبخ بيرجع ل ايه بس النكهه تبعها كذا. لا بضل فيها قاسيه شوي لانه مجففه. اما هي طبيعتها بتازه اطيب بتكون. هاي كنا نشوفها بالشام بس ما عاد من زمان ما عاد بينت هي. يعني عندنا بالشام ايام زمان بسموه بسطيك. ايام ايه جدي يمكن ابي بيوعاها لما كان عمره 10-15 سنه. ايوه لساتهم هون محافظين عليها. ايه لا هون بسطيك. بسطيك ايوه ايه من شو؟ هاي عباره عن الزبيب، هذا هو الزبيب. اها هذا عنب مش أيوة. منطقه ماردين. ايه هذا العنب بيغلوه اول شيء بيغسلوه بيغلوه بيعقدوه، وبعدين بيضل بيعدوه بس يعدوه بيجمد بصير مثل بيجمد، بيحطوا له شويه نشا فبيسووا منه على شكل صفائح. شايف كيف؟ كانه رغيف هيك وبعدين بيرجعوا شايف؟ وبيحطوا مع منه بس مثل النشا او مثل الخميره مشان يضل محافظ على جامد، وبينشروه وقت يساووه على حبال غسيل مثل حبال غسيل، هذا مشهور بماردين وبسيرت. ايه ايام هيك بيتاكل يعني ما بينحط له شيء او لا لهم طريقه انهم بياكلوه. ايه؟ بيحطوا مع منه جوز، ليكو الجوز. ايوه واذا ما في جوز هلا جوز بيتاكل، بس اما هو هيك اصوله شايف؟ تلفه هيك قول بسم الله. قلنا بسم الله. اهلا يا ابو حميد. الله يسعدك. ان شاء الله ايامك كلها عسل يا ابو حميد. الله يجبر خاطرك. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.